أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الرعب الذي ذكره الله تعالى على الكفار، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام لأتباعه، وأنهم يرعبون أعداءهم؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر؟ قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا ما واضح، يعني مسيرة شهر للراحلة، مسيرة شهر للراحلة. فإذا علم العدو بالرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه مسافة شهر، أصابهم الرعب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الرعب يبقى لمن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين. فإذا المسلمون تمسكوا بالإسلام وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل الله في قلوبهم الرعب للكفار، جعل الله، أعطاهم الله القوة والرعب للكفار، يرعبونهم. نعم.